اليوم العرض راهي عندي ان شاء الله تعجبكم. الضيف تاعي وجدنا لهم اليوم لا سوب، درنا لا سوب بلي ليغوم. لونطري مع نور الهدى راح تكون اون سوب او ليغوم مع الدجاج. درنا له الكورجات، القرعه الكورجات، البطاطا، البسباس والكرافس مع شويه معدنوس، وقليناهم مليح ومرقناه بالماء السخون. كي غلينا فصفينا الخضره من نحينا الدجاج حطيناه اكوتي، ودرنا نحينا الكرافس وصفيناها وميكسيناها. بعد ما ميكسيناها ولات في هذا الشكل. اها واش كاين ثاني تنور الهدى؟ عندنا طبق ثاني هو المشرمله، درنا كبده مشرمله. كبده مشرمله الله يبارك. زيدي وشنو ثاني؟ كنا موجدين لها لاصوص طوماط، لاصوص طوماط اللي درنا فيها الملح والفلفل الكحل الكمون وشويه عكري. درنا لها البصل وطوماطيش مسكرفجه، خليناها شويه. لحد الان صح عارضه وعليها الكلام، والله غير الاطباق متنوعه. مازال ما شفت والو. كطبق رئيسي كان عندنا رولي بالدجاج والفرماج اللي راهو لهنايا، رايحين نرافقوه بماشطو نصوتيوه بالزبده والزيت. وجدنا له لا كريم تاعو لي بالشامبينيون، ولا كريم تاعو لا كريم تاعو هذه درنا فيها البصل، درنا الزيت والزبده قليناهم مع البصل. كي خليناهم مع البصل درنا له شويه ملح شويه فلفل الكحل، ودرنا الشامبينيون حمصناه.